زيدان، يتناقله الكل لدينا محاولة موجودة في المكان الممتاز، والكرة تبعد بعد ذلك من البرازيلي الذي أخطأ في هدف المباراة الوحيد. انطلاقة ممتازة مع الذئاب حتى الآن، ولدينا محاولة كرة. الميلانية مهمومين، هل يشعر بهذا الهم الكبير الذي يسيطر على الميلانية في كل مكان؟ واليوم حقيقة الكثير من النادي روما لأنه يلعب بثقة كبيرة الآن، يعلم أن الضغوطات تتجه على فريق نادي ميلان، ويعلم أن سخط الجماهير وغضاره. جيريمي مينيز لعيب بلمسات راقية، لعيب بلمسات راقية عند الكرة الآن، نظرة للكرة حلوة حلوة حلوة، نظرة للكرة بالفعل. كرة ملعوبة الآن لأفوتشينيتش، يحاول المرور أمام من؟ أمام اللاعب الذي أبعد الكرة الماضية، البرازيلي تياغو سيلفا. بهدف لهدف، المذيع الداخلي هنا يقول الآن نتيجة أونو 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 أونو، يعني واحد 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 واحد، آخر نتيجة واحد واحد. متى حدثت؟ الآن مرت على زمن الشوط الثاني، التعادل الإيجابي بهدف لهدف. كرة ملعوبة الآن للأمام من جانب سيدوف. والله انا عندي ان كان يطلع سيدوف مثلا الذي لا زال بعيد كل البعد عن مستواه بدري الحكم عن كل شيء، لكن لا شك ان ميلان او الانتر عفوا الانتر